مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم نشوى الشرقاوي أثرية وخبير الترميم. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. النهاردة عايزين نعمل جولة سياحية في معبد حتشبسوت بالدير البحري، وهنتكلم على ملكة هامة جدا في تاريخ مصر، هي الملكة حتشبسوت. الحضارة المصرية سبقت حضارات الشرق القديم في تولي المرأة مناصب عليا في البلاد، فكانت ربة في مجتمع الأرباب وعنصر أساسي في أسطورة خلق الكون، وكاهنة لأكبر معبودات مصر، وملكة شاركت زوجها في إدارة شؤون البلاد ووصية على العرش، أو ملكة انفردت بالحكم في ظل غياب وريث للعرش. فضلا عن دورها الأساسي كأم وزوجة، اعتلت المرأة عرش مصر أو شاركت فيه أكثر من مرة في ظل ظروف سياسية وتاريخية أحطها الجدل، وحملت ألقاب عبر العصور، من بينها سيدة مصر العليا والسفلى وسيدة الأرضين وسيدة التجلي، إلى جانب مجموعة أخرى من الألقاب الشرفية زي جميلة الوجه وعظيمة المحبة وصاحبة الرقة، أسماء جميلة كانت بتطلق على المرأة في مصر القديمة. تاريخ مصر قديما عرف اعتلاء المرأة للعرش كحلقة في سلسلة انتقال السلطة ضمان لاستمرار الأسرة الحاكمة، وحسب التاريخ أسقطوا عمدا اسم الملكة حتشبسوت من قائمة الملوك واعتبروها مغتصبة للعرش. لم يكن من الغريب على المجتمع قديما في مصر توقير المرأة والنظر إليها نظر التقديس لآلاف السنين. المصريين القدماء لم يألفوا كثيرا حكم المرأة، إلا أنه لم يمنع من اعتلاء بعضهم العرش في ظروف كان فيها الدولة ضعيفة وفيها اضطرابات سياسية. أبرز الملكات كانت الملكة حتشبسوت. طبعا الملكة حتشبسوت عشان تقدر توصل لهدفها سندتها سلطة من كبار الموظفين ودعمتها، وكانت المرأة المصرية حاضرة بقوة في المشهدين الديني والدنيوي في الحضارة المصرية. دلوقتي هنروح لمعبد حتشبسوت في الدير البحري. هو معبد من الأسرة الـ18، وهو من أحسن المعابد اللي موجودة في الوقت الحالي من حوالي 3500 سنة في الدير البحري بمصر. المعبد ده بنيته الملكة حتشبسوت على الضفة الغربية للنيل المقابلة لطيبة اللي هي كانت عاصمة مصر القديمة ومقر عبادة أمون اللي هي النهاردة الأقصر. وبيتميز معبد حتشبسوت بتصميمه المعماري الخاص المنفرد إذا قارناه بالمعابد التانية اللي موجودة على الضفة الشرقية من النيل في طيب. المعبد ده لما بنبص له بنحس ان احنا امام مبنى حديث فيه يعني تصميم معماري جميل جدا ومختلف جدا غير اللي تعودنا عليه. المعبد بيتكون من 3 طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة، وبني المعبد ده من الحجر الجيري
اللي هو لونه أبيض أو أصفر، ونصبت أمام أعمدة الطابق الثاني تماثيل من الحجر الجيري للإله أوزوريس اللي هو إله الموتى وللملكة حتشبسوت في توزيع جميل. بنشوف في التماثيل دي ملونة والألوان بقى منها حاجة بسيطة مش زي الأول طبعا، لكن التماثيل في حالة جيدة وتعمل لها أكثر من مرة ترميمات عشان تحافظ عليها. طبعا بنشوف تصميم المعبد وجماله. طيب هو ليه المعبد ده سمي معبد حتشبسوت بالدير البحري؟ ايه قصة الدير البحري؟ خلال انتشار المسيحية في مصر بعد نهاية عهد البطالمة أقام المسيحيون دير للعبادة على أنقاض معبد حتشبسوت، وكان الدير ده اسمه إيه؟ اسمه دير فويبا أمون، وكان الدير ده بيستخدم في العبادة لغاية القرن الحداشر، وقام بزيارته العديد من القساوسة المسيحيين، عشان كده المنطقة سميت بالدير البحري. عايزين نتكلم عن الملكة حتشبسوت، ملكة مصرية وأهم الملكات اللي حكموا مصر. اسمها غمة آمون حتشبسوت، هي ملكة حاكمة مصرية قديمة، وهي الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة 18، وحكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية، ثم ملكة وابنة الإله آمون بعد ما نشرت قصة ناقشتها في معبدها بالدير البحري بتقول فيها إنها كانت نتيجة لقاء حميم بين آمون وأمها الملكة أحمس. وتعد الملكة حتشبسوت ابنة الملك تحتمس الأول أهم وأشهر ملكات مصر وأكثرهن إثارة على مدار التاريخ بعد ما نجحت في حكم مصر بقوة على مدى 20 عام، صنعت خلالها من الإنجازات العظيمة أبرزها كان معبدها في الدير البحري. تعد الملكة حتشبسوت ابنة الملك تحتمس الأول إحدى أهم وأشهر ملكات مصر وأكثرهن إثارة على مدار التاريخ بعدما نجحت في حكم مصر بقوة على مدار 20 عاما، صنعت خلالها الكثير من الإنجازات كان أبرزها معبدها الشهير في الدير البحري. الملكة حتشبسوت تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني. هتسألوني هو في مصر القديمة كان في زواج بين الأشقاء؟ هقول لكم أيوة، كان زواج رمزي علشان يدي قدسية ويحتفظ بالدم الملكي الدم الأزرق، فيبقى ليه حق في وراثة العرش والحكم، يعني السبب كان سبب سياسي أكتر منه زواج. فالملكة حتشبسوت أصبحت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد، وحكمت لسنوات كتير نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث اللي كان صغير عندما اعتلى عرش مصر. ومنعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح ملكا، عشان الملكة كانت بتمثل حورس، وحورس ده ذكر. إلا إنها حتشبسوت كسرت هذه القاعدة باعتبارها ابنة ملك وزوجة ملك وذات دم ملكي نقي، وفرضت نفسها ملكة على مصر رغم أنف الكهنة، وإحنا عارفين إن الكهنة كان لهم سلطة كبيرة وكانوا بيتحكموا في مين يكون ملك ومين يعتلي العرش، فهي كسرت أنفهم. ملكة حتشبسوت حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية، ثم كملكة وابنة الإله أمون، وتم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت في عام 1903 في مقبرة بوادي الملوك في الأقصر. وطبعا مش هننسى ان في موكب المومياوات الملكية كان بيضم 22 مومياء، بينها 18 مومياء للملوك واربع مومياوات لملكات، كانت مومياء الملكة حتشبسوت واحدة منهم. تعد الملكة حتشبسوت أشهر ملكة مصرية تولت السلطة في ظروف اتسمت فيها البلاد بالقوة والازدهار في أوج قوة الدولة الحديثة. احنا عارفين ان الدولة الحديثة دي أروع عصر بان فيه الفن في مصر القديمة.
وكان عصر امبراطورية وعصر ازدهار. المهم ان الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الاول والوريثة الشرعية للعرش في ظل غياب وريث شرعي ذكر للبلاد، باستثناء اخ غير شقيق لها من ابوها تحتمس الثاني الذي اضفى شرعية على توليه العرش بزواجه من حتشبسوت. انجب تحتمس الثاني من حتشبسوت بنتين، وانجب من زوجة اخرى خادمة ابنه تحتمس الثالث اللي اتجوز بنت الملكة حتشبسوت عشان يدي شرعية لتوليه العرش، لكن صغر سنه حال دون توليه الحكم عشان يصطدم بطموحات زوجة ابيه، وتصبح حتشبسوت وصية على العرش بعد وفاة زوجها تحتمس الثاني. تبوأت حتشبسوت مقاليد الحكم في ظل حداثة سن تحتمس الثالث، وجعلته وجهة أمام الشعب فقط لا يظهر اسمه إلا على الوثائق الرسمية لمدة 9 سنوات، حتى انفردت بالحكم تماما لمدة 13 سنة ونصبت نفسها ملكة للبلاد بتحمل لقب ملكة مصر العليا والسفلى، وتزينت بلباس الرجال كما يتضح من تماثيلها في معبدها بالدير البحري. أمرت حتشبسوت بتسجيل رحلة شهيرة إلى بلاد بونت على جدران معبدها في الدير البحري، وساعد حتشبسوت إن هي تقنع الناس بإن أبوها تحتمس الأول فضلها وأشركها في شؤون البلاد، وده بيظهر في وثائق موجودة في متحف اللوفر بباريس، ويظهر عليها اسم تحتمس الأول وحتشبسوت جنب بعض. ولإضفاء شرعية دينية على حكمها اختلقت الملكة قصة الولادة الإلهية التي جامع فيها الإله أمون رع أمها الملكة وتمثل لها بشرا وبشرها بولادة الإبنة حتشبسوت اللي هتجلس على عرش مصر وحدها. الملكة حتشبسوت أمرت بنقش القصة على جدران المعبد الجنزي اللي في الدير البحري، ووصفوا القصة دي بأنها زي المسرحية اللي ليها 3 فصول. الموضوعات الرئيسية بتاعتها الأولى الحمل والولادة، والتانية القبول في عالم الخالدين، والتالتة الملك الأرضي. وحفاظا على العرش لجأت حتشبسوت لتكوين حاشية خاصة بها، فاستعانت بكبار موظفي الدولة على رأسهم المهندس سننموت، وده ليه قصة هنحكيها دلوقتي، والوزير القاضي رئيس الكهنة حابو سنب. ومر عهد حتشبسوت بدون معارك بين مصر والدول المجاورة، واهتمت بالشؤون الداخلية للبلاد، ونظمت رحلات تجارية زي الرحلة الشهيرة لبلاد بونت. الرحلة دي سجلت تفاصيلها على معبدها في الدير البحري، وأهملت الشؤون الخارجية للبلاد، دون دفع بعض البلاد ان هي تعمل مؤامرات ضد مصر. الأمر ده ساعد في ظهور تحتمس الثالث اللي هو ابن جوزها كقائد جيش ورئيس على العرش عشان يظهر على الساحة السياسية مغتنم الفرصة دي لتوطيد أقدامه واسترداد عرشه، ويمكن كمان حتشبسوت بعتته في الحروب دي يمكن يموت وتخلص منه. ولا توجد أي تفاصيل تاريخية بتشير على وجه التحديد للظروف اللي أدت لنهاية حتشبسوت، إلا بعض الأساطير اللي بتقول إن الملك الجديد اللي هو تحتمس الثالث أخذ يطارد ذكراها ومحى اسمها من كل أثر وهشم تماثيلها ليختفي اسمها إلى الأبد. في مصر القديمة ان الملك تحتمس الثالث يحطم اثار حتشبسوت ويمحي اسمها من كل الاثار دي كانت وسيله للانتقام منه، وفي مصر القديمه محو الاسم وكسر التماثيل معناه انك بتمنع الشخص ده ان هو يتمتع باخره
وببعث مرة أخرى. الملك تحتمس الثالث تربع على عرش مصر لمدة 30 عام وأصبح واحد من ألمع وأقوى ملوك مصر القديمة وأكثرهم مهابة على مر العصور، ومؤسس للإمبراطورية المصرية في الشرق، وخاض حروب كتيرة متسجلة في معابد كثيرة في مصر. ومن على جدران المعابد كانت حكاية أناشيد الملوك اللي شفناها في احتفالية طريق الكباش، الحفلة اللي اختاروا فيها ثلاث ترانيم للعزف خلال افتتاح طريق الكباش. كانت الترنيمة الافتتاحية هي النداء الأول، وكانت تغنى قبل خروج موكب عيد الأوبت من معبد الكرنك، والترنيمة الثانية كانت بتمثل إنشودة نداء آمون وهي مسجلة على معبد الأقصر على 14 عمود، والترنيمة الأخيرة كانت خاصة بتتويج الملكة حتشبسوت صاحبة أقدم مناظر مسجلة حتى الآن عن عيد الأوبت في مصر القديمة. والترانيم المختارة لم تقال بشكل كامل لأنها طويلة للغاية، وتم اختيار مقتطفات منها مناسبة للحدث. عايزين نتكلم على أعمال وإنجازات الملكة حتشبسوت. حقيقي الملكة دي كانت مفكرة عظيمة واهتمت جدا بكل الشؤون الداخلية في مصر. حاجة من الحاجات المهمة اللي هي عملتها إن هي إعادة فتح مناجم النحاس في سيناء، وكانت فترة حكمها قوية ومستمرة، وزودت حركة التجارة مع البلاد المجاورة، وأعادت حفر قناة اللي كانت بتربط بين النيل والبحر الأحمر، وعملت بناء سفن كبيرة وبناء أسطول بحري للتجارة الخارجية عشان تستورد البخور والعطور والجلود والحيوانات والنباتات والزهور اللي احنا بنشوفها مرسومة على معبدها في الدير البحري. وكمان أرسلت سفن بحرية إلى منطقة المحيط الأطلسي لاستيراد الأسماك، وأرسلت بعثات تجارية إلى بلاد بونت، وبنت مسلتين من الحجر الجرانيت الوردي لعبادة الإله آمون، بتوجد إحداهما بباريس في ميدان الكونكورد والأخرى بمعبد الكرنك.
وكمان بنت المعابد الجنائزية في الأقصر بمنطقة الدير البحري، وعملت بناء في معبد الكرنك. اهتمت بالشؤون الداخلية في مصر. الملكة حتشبسوت اهتمت بالحملات العسكرية، يعني أرسلت حملة عسكرية لبلاد النوبة لإعادة السيطرة على جنوب مصر، وأرسلت حملة عسكرية لبلاد سوريا وغزة بفلسطين، وأرسلت حملات للقضاء على تمرد بلاد النوبة ومنطقة ماو. عايزين نعرف ليه حتشبسوت كانت بتظهر بالزي الفرعوني للذكور. ما كانتش تقدر تغير التقاليد للمظهر الخارجي للفرعوني الحاكم في مصر، يعني الشعب اتعود ان يشوف الحاكم ذكر وبلبس ذكر، فهي ما قدرتش تغير التقاليد دي. بس كانت في بداية حكمها بتظهر بزي امرأة، ثم مع الوقت غيرت وبقت تظهر بشكل فرعون عنده عضلات للحفاظ على مكانتها بين الأسرة الحاكمة والشعب المصري. والظهور بملابس الفراعنة الرجال في الأعياد والاحتفالات، بالإضافة إلى العصور على تماثيل بدقن وهمية، طبعا كانت بتحط الدقن عشان توري المظهر الذكوري بتاعها. ما هو سبب أهمية الملكة حتشبسوت؟ الملكة حتشبسوت كانت امرأة قوية وطموحة وذكية، بتثق في مكانتها وقدرتها. الظروف مكنت لها، فهي قدرت تستغلها. هي أعظم نساء عصرها، هي بنت الملك تحتمس الأول وأمها الملكة أحمس، وتزوجت من أخيها الملك تحتمس الثاني، ورقبت بالزوجة الملكية العظمى، وعند موته كانت وصية على عرش ابنه الملك الطفل تحتمس الثالث، واللي كان عمره 9 سنوات، فحكمت إلى جواره من 1479 إلى 1457 قبل الميلاد. نعرفين قبل الميلاد التاريخ بيتقري بطريقة مختلفة. وبتعد حتشبسوت دي من أهم ملوك مصر، وعصرها كان بيتميز بالسلام والازدهار، والجيش اتحسن، والحدود المصرية كانت مؤمنة، ووثقت علاقتها بالبلاد المجاورة، وكان ليها علاقات دبلوماسية وتجارية مع الدول المجاورة. وطبقا للتقاليد الدينية المصرية اعتبرت حتشبسوت خارجة على الشرعية الدينية للحكم، إذ أن الملك الحاكم يجب أن يكون ذكر، لأنه بيمثل المعبود حورس رب الملكية، حتى يمنح الشرعية الدينية وقبول عند الشعب. عشان كده حتشبسوت عملت شوية معالجات سياسية دينية لتحمي جلوسها على العرش، خاصة انها ابتدت كوصية على عرش الملك تحتمس الثالث، نظرا لكونه طفل صغير، وكانت امه احدى محظيات الملك تحتمس الثاني. ومع ذكاء حتشبسوت وطموحها للحكم، بدأت في ممارسة حكمها في فترة حكم اخيها وزوجها الضعيف تحتمس الثاني، وهيئت الظروف السياسية في البيت الحاكم لها فرصة التربع على العرش والانفراد بالحكم، حتى وإن كانت شريكة رسمية مع الملك الصغير تحتمس الثالث. حتشبسوت هي بنت الملك تحتمس الأول والملكة أحمس، اللي حملت لقب ابنة الملك وأخت الملك. إخوات حتشبسوت كانوا 3، توفوا كلهم، وما بقاش منهم غير تحتمس الثالث اللي كان أخ غير شقيق لحتشبسوت من إحدى محظيات تحتمس الأول. ومات الأشقاء 3 في وقت مبكر، ولم تكن حتشبسوت الابنة الشرعية لتحتمس الأول فحسب، بل كانت أيضا زوجة مقدسة لأمون، ودي وظيفة كهنوتية بتعتبر هامة جدا، بتضفي أهمية وشرعية على الملكة.
احنا بنتكلم النهاردة عن الملكة حتشبسوت، ملكة مهمة جدا في تاريخ المصري القديم. وعشان نغطي كل الاحداث والحلقة كبيرة جدا، هنستكمل الحلقة الجاية قصة حتشبسوت. في نهاية الحلقة بشكركم على الاستماع والاستمتاع بقصة ملكة عظيمة هي الملكة حتشبسوت، أهم إحدى الملكات التي حكمنا في مصر القديمة. شكرا لحضراتكم. نشوى الشرقاوي. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.